نقول للأخضر الإبراهيمي يحتاج إلى نقطة سابعة وقد يسميها نقطة أولى، هي شفرة الحل، وقف، دعم، تسليع، تمويل، إيواء، إرسال هؤلاء الإرهابيين إلى داخل سوريا. انتهت المسألة كلها. يعني بقدر ما هي عصية ومتشابكة، بقدر ما هي سهلة إذا الواحد التقط كلمة السر والشفرة. الوضع في سوريا هل يملك ثقل هذا الحل؟ الوضع في سوريا، أنا أقول لك الوضع في سوريا الآن بواقعيته المركبة، الواقع الميداني مطمئن وتلقي بظلالها على الواقع المجتمعي التي تحولت على المستوى المجتمعي. يعني اليوم في حلب هناك مسيرات ومظاهرات في حلب تقول الجيش الكر حرامي، بدنا الجيش النظامي في كثير من مناطق حلب. الآن أصبح المزاج الشعبي الذي تحول إلى ثقافي والثقافي إلى إرادي والإرادي إلى فعل أصبح يلفظ يتقيأ هذا الإرهاب ويطارد هذا الإرهاب ويتوسل للدولة بمطاردة هذا الإرهاب المرتزق من كل دول العالم. الآن المسألة الثانية، الواقع السياسي بحراك المعارضة، ولو أن تحفظات على مؤتمر هيئة التنسيق من حيث اسمه حتى ومن حيث كل مكوناته لنا تحفظات كثيرة جدا، هذا الحراك بالرغم من ذلك نلتقط الإشارات الإيجابية وهو ربما قد يكون حراكا مطمئنا ويصل إلى حراك سياسي وواقعي سياسي على المستوى الداخلي، وهذه تلقي بظلالها على كل هذه المبادرات. عودا على الواقع الإيراني، الإيرانيون يمكن أن يفعلوا والروس يمكن أن يفعلوا، والآن أنا أقول لك هذا الحراك الروسي والصيني والإيراني إذا لم يستطع تحقيق الحل على أقله وخاصة المبادرة المصري ووجود إيران وروسيا والصين أيضا بمواقعهما، إذا لم يستطيعوا فرض الحل السياسي الذي يحافظ على السيادة السورية ويختاره الشعب السوري والعملية السياسية، لأنها تستند على أهم نقاط القوة بأن ما تواجهه سوريا هو إرهابا يجب مكافحته بعرف الأمم المتحدة، بعرف الأمم المتحدة. هذا إرهاب ليست ثورة، يعني عندما يقولون ثورة غرائز، ما سمعت بحياتي ثورة غريزة أو سوار غفلي أو سوار سعوديون أو قاعديون. هذا أمر إشكالي مهم جدا يجب أن نوضحه. وروسيا والصين وكل العالم الآن بدأ يعني يعيد قراءة الأزمة في سوريا بأن ما يحصل هو حقيقة إرهابا في سوريا، والدولة تواجه هذا الإرهاب، وهذا مستند قانوني مهم جدا جدا، يعني نقطة قوة لدى كل أصدقائنا الذين يبحثون عن الحل السياسي ويقفون موقفا موضوعيا حيال الأزمة في سوريا. إيران وروسيا والصين إذا لم تستطع فرض الحل تستطيع تحقيق مسألتين مهمتين. المسألة الأولى هو لجم الأطراف، كل أطراف العدوان التي تكشر عن أنيابها في التدخل العسكري من بداية الأزمة إلى هذه اللحظة، وتطرح تدخلات عسكرية من مجلس الأمن وخارج مجلس الأمن، وأنا أقول يعني إذا كان محالا من مجلس الأمن أكثر استحالة من خارج مجلس الأمن لأسباب ذاتية سورية يدركونها ويعرفونها وأسباب موضوعية كمان تحالفاتنا الاستراتيجية. المسألة الثانية، إذن يلجمون هؤلاء الأطراف الذين يكشرون عن أنيابهم. والمسألة الثانية والمهمة، إذا لم يستطيعوا على الأقل يحرجوا كل الأطراف التي لا تريد حلا سياسيا بأنها أصبحت جزءا من العدوان وداعمة لهذا الإرهاب المرفوض والمنبوذ والذي يجب محاربته. إذا كانت أمريكا لا تعترف بأنها الإمبراطور المريض الذي أخذ يتهاوى، وإذا كانت إسرائيل تهدد بربما تكون حرب أو ربما تكون ضربة استباقية إلى ما هنالك، وإذا كانت هناك أدوار جديدة توزع دوليا وعالميا تشترك فيها عدة قوى جديدة، إذن ما هي القراءة فيما تبقى من دقائق، ما هي قراءة الدكتور سليم حربة للخريطة الدولية العالمية سياسيا وعسكريا؟ أولا النظام العالمي بدأت تظهر، النظام العالمي الجديد بدأت تظهر ملامحه. هذا السؤال جميل جدا، وأنا أقول برأيي أنها ستعاد رسم خارطة العالم وربما بشكل مفاجئ، وهذه المفاجأة ستكون أوروبا. أنا أقول بالرغم من أهمية ما يحصل في سوريا وأهمية الأزمة في سوريا وأن سوريا مفصل مهم لنجاح أو فشل المشروع الأمريكي الصهيوني، لأنه يعتبر نقطة انطلاق
وليست نهاية. لكن بالرغم من كل ذلك أنا أرى أن روسيا والصين تحديدا الآن وأهمية إيران أيضا بالنسبة لأوروبا الآن يتصارعون مع الولايات المتحدة الأمريكية أمنيا واقتصاديا وسياسيا على أوروبا. الصراع على أوروبا، الصراع في المنطقة محسوم، هنا الصراع في المنطقة محسوم على أقله، أن هناك بعض الحكام الأليفين، حكام أليفين على مبدأ الحيوانات الأليفي التابعين للولايات المتحدة الأمريكية، هؤلاء أنظمة. لكن أنا أعتقد أنها لن تطول الأوقات التي تتغير فيها مزاج هذه الشعوب وتلفظ هذه الحكومات وهذه المشيخات، وبالتالي هذا ما يخيف الولايات المتحدة الأمريكية سيما إذا حسم الأمر في أوروبا. الآن أنا أقول الصراع على أوروبا وعلى أوروبا الجديدة وليس على أوروبا التقليدية. لاحظي معي أن روسيا تمسك بزمام دعيني أقول القرار الاقتصادي، القرار الاقتصادي الأوروبي أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا بدأت تصحو الآن بعد نصف قرن من تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق لها شيء، لا على المستوى الأمني لا على المستوى العسكري. الآن في مأزق اقتصادي هائل جدا. لاحظي معي الولايات المتحدة الأمريكية وكل حلفائها وخاصة في أوروبا في مأزق اقتصادي، والاقتصاد الروسي ينمو والاقتصاد الصيني ينمو. الآن المجتمع الأوروبي عموما يريد مصالحه أساسا، مصالحه الآن تتلقفها روسيا والصين، وبالتالي قد يكون الصراع على أوروبا، والذي سيحسم الصراع هو أوروبا وليس المنطقة هنا بالرغم من أهمية المنطقة وتحديدا مسائل النفط. هذا الأمر أصبح الآن واقعا، روسيا الآن تقدمت إلى واجهة المواجهة هي والصين، هي والصين وإيران وكل هذه المنظومة شنغهاي وبريكس وإلبا الآن بدأوا الآن يعني بدأت بدايات ولادة وتبلور النظام العالمي الجديد. الذي يقف الآن قدم هنا وقدم هناك هو أوروبا الآن. مسألة المشيخات وهذا الأمر وحمد وسعود هذا ما حدا بيوقف عندهم في مسألة تحالفات استراتيجية يعني على مستوى نظام عالمي جديد. لكن بمعنى آخر عندما قلنا ونقول بأن سوريا بهذا الموقع الجيوستراتيجي، هذا البعد الحضاري، مغامرات العقل الأولى، القيم الأولى، التاريخ الأبجدي في سوريا، سوريا ستلعب دور مهم جدا في إعادة صياغة هذا العالم والنظام العالمي الجديد. لذلك سوريا ليست فقط ستنتصر بذاتها، ستنتصر بذاتها وستنتصر لغيرها ولحلفائها، لأنها ما زالت قوية بذاتها وستكون قوية بحلفائها أيضا. إذا أشكرك الباحث. قبل شكري إذا سمحتي لي أخيرا أيضا، إذا كان دائما وأبدا المبتدأ هو الشهداء فالخبر هو هؤلاء الأخيار الأطهار الأبرار حماة الديار الذين يتصدون الآن ببسالة وكفاءة واقتدار لهذا الإرهاب. فتحياتنا لكل مقاتل في الجيش العربي السوري وفي قوى الأمن وحفظهم الله وسدد خطاهم. أشكرك الباحث الاستراتيجي والخبير الاستراتيجي الدكتور سليم حربة. إذن كما ختم دكتور سليم حربة أن سوريا فعلا سوف تكتب للتاريخ أنها كانت مبتدأ لخريطة سياسية جديدة في العالم، وهي الخبر أيضا لولادة أيضا وضع اقتصادي جديد في العالم. إذن سوريا هي المبتدأ وهي الخبر، وأضم صوتي إلى صوته وأحيي حماة الديار، وأختم كما بدأت بالترحم على أرواح شهداء سوريا الأبرار من المدنيين والعسكريين. تقبلوا تحياتي أنا سلام إسحاق وتحيات الزملاء من خلف الكاميرات وفي الكنترول أيضا. دمتم ودامت سوريا بألف خير.